مساء الورد والأمل والحب والجمال على كل الناس اللي بتتفرج علينا. النهاردة أول حلقة في برنامجنا الجديد مساء السعادة، إن شاء الله نقدر نقدم لكم فقرات حلوة قوي وتعجبكم وتفيد كل الناس اللي بيتفرجوا علينا. خلونا النهاردة نقول لكم أول فقرة معانا في برنامجنا مساء السعادة، فقرة هتفيد كل المامز اللي بتتفرج علينا. كلنا عندنا أطفال ربنا يخليهم لينا، مطلعين عينينا وبنبقى عايزين كتير نعرف ازاي نتعامل معاهم ونحل مشاكلهم ونطلعهم احسن ناس في الدنيا، وبنبقى مش عارفين نتجه الاتجاهات ازاي، وهل احنا بنتعامل معاهم كده صح ولا غلط، وطريقتنا دي صحيحة في التعامل ولا لا، وازاي كل سن نتعامل معاه بطريقته الصحيحة. خلونا نرحب بدكتور ماري، استشاري صحة نفسية. اهلا بيك يا دكتور، منورانا في مساء السعادة. ميرسي حبيبتي. بصي يا دكتور، انا اكتر واحدة النهارده عايزة استفاد منك عشان بنوتي نطلعها عيني. قولي لي يا دكتور الاول، ايه ازاي اطلع ابني سوي؟ طيب خلينا متفقين ان السواء بيرجع للبيئه المحيطه بالشخص ايا كانت. احنا عندنا بالنسبه للطفل احنا عندنا اكثر من بيئه بيتعامل معاها. اول بيئه هي الاسره، الاب والام والاخوات. تاني بيئه هي المدرسه او الجامعه. تالت بيئه هي الاصدقاء. الطفل لو لقى الثلاث محاور دول فيهم شوية سواء أو فيهم شوية ثبات انفعالي وفيهم شوية نضج، هتلاقي الدنيا بقت مع الطفل حلوة جدا. بس رقم واحد عندي هي الأسرة، اللي هو الأب والأم والإخوات. ودايما الطفل بيقلد، يعني هو هيشوف الأب والأم بيتعاملوا إزاي فيبتدي إن هو يقلدهم. لو كان السلوك صحيح هيكتسبه، لو كان السلوك خاطئ هيكتسبه. فاحنا ما نرجعش نقول هو الطفل عمل كده ليه، لان ده راجع او نتيجه يعني سلوك شافه فبيبتدي ان هو يقلده ايا كان السلوك ده كان ايه. تمام. لكن لو السلوكيات في البيت صحيحه والسلوكيات في المدرسه كويسه، هتلاقي الدنيا اهدى شويه والطفل ابتدى ان هو يكتسب حاجات كويسه. يعني مبدئيا رقم نمبر 1 الأسرة. طبعا. طب ساعات بنشوف طفل مش سوي abnormal تماما، والأسرة بتكون كويسة جدا وممكن يكون أخواته كمان مش زيه، ده بيبقى ليه؟ بوسي ده بيرجع شوية لحاجات اكتسبها من الخارج، بس هو برضو هرجع أقولك المحور الرئيسي الأسرة. لو هو الأسرة يعني مربياه ومؤسساه على حاجات أساسية، هيرجع تاني يعني ممكن يجرب السلوك الخاطئ يلاقي ان هو ما ينفعش، او ماما تتكلم معاه تفهمه عيوب ومميزات السلوك دوت، اذا كان في نسبه مميزات او في عيوب تبتدي ان هي تتناقش معاه، فهتلاقي ان هو هيلاقي ان السلوك ده خاطئ فهيبتدي ان هو يبطله. لكن لو ما فيش حته الحوار والنقاش بين الطفل والام والطفل والاب والثقه ان هو واثق ان هو لو عمل اي تصرف خاطئ ماما مش هتزعق له، بابا مش هيضربه، فهيكون في امان وثقه، فهتلاقي ان هو بيرجع تاني للبيت وبيتكلم معاهم وبيفهم الصح من الغلط. طيب علشان الناس ما تفهمش الحته دي غلط، في فرق بين البانشت، ان انا اعمل بانشت لابني لو غلط، وبين انه انا ابقى مصاحباه والغلطات اتفهمها. طبعا الصح والغلط غلط. الطفل لازم يعرف ان هو لو عمل سلوك خاطئ وانا نبهته مره واثنين وثلاثه ان لازم يكون في عقاب. بس مشكله العقاب عند الشعب المصري بتكون مش مفهومه شويه، يعني انا ممكن الولد يكون عمل سلوك بسيط جدا والام تعاقب عقاب كبير جدا، فبيحصل هنا دروب كده للولد، هو مش فاهم طب انا عملت حاجه بسيطه ليه تعاقبت كل العقاب ده. بيكون حجم العقاب اكبر بكتير من حجم المشكله. ده بيحصل له ايه لو ده حصل؟ ما بيحصلش تعديل سلوك، لان هو اوريدي انا كده كده هتضرب عشان حاجه بسيطه خلاص هعملها وخلاص. لا خلينا متفقين ان الضرب المفروض يكون ملغي حتى لو الحاجه كبيره. بالظبط. لا هو اصلا ما فيش ضرب، ما فيش اهانه، ما فيش اي ايذاء جسدي او لفظي، ما ينفعش. انا ما اقبلش ده. سامعيني يا جماعه، ما فيش اي ايذاء جسدي او لفظي. طول ما الطفل شايف ان انا حد محترم، انا حد بابا وماما بيتكلموا معايا وبيتناقشوا معايا، وما تقوليليش اصل هو طفل صغير عنده سنه مش فاهم لازم ازقه ولازم اضربه ولازم اعمل له كده على ايديه علشان يفهم، ما فيش الكلام ده. انا بتكلم معاه وبتناقش معاه وبفهمه الصح من الغلط بكل هدوء، ولازم انزل لمستواه، يعني حسب المستوى العمري وحسب المستوى العقلي. يعني العقاب او البانش ده بيكون على حسب السن. بالظبط، على حسب السن وعلى حسب حجم المشكله. هل يا ترى حجم المشكله يستدعي كل العقاب ده ولا مش يعني عقاب بسيط؟ حاجه كمان، البانش حسب العمر بتاعه، يعني هو لو عنده سنه ياخد بانش دقيقه، سنتين ياخد بانش دقيقتين وهكذا. طب ولو العكس حصل، يعني لو عنده سنتين خد بانش بطريقه مش مناسبه لسنه يحصل ايه؟ مش هيتعدل السلوك.
ممكن يكتسب سلوك تاني، ان هو يبتدي مثلا يعيط جامد، يتمرمغ في الارض، يخبط راسه في الحيط، هيكتسب سلوكيات خاطئه اكتر. يعني ساعات وانا متخيله انه انا بصلح الموقف وبحسن من ابني وبعاقبه عشان اربيه، انا ممكن اكون ببوظ الدنيا اكتر. بالظبط، برجع بيه تاني لحاجات اسوأ بكتير، ومش بقدر بقى ان انا اعالجها بسهوله، لانه خلاص هو خد الموقف ان ماما هتعاقبني، فانا هعيط واصرخ، فهي هتتضايق من ده، هتسحب العقاب او هتسحب الفلوس. طب كل الغلطات لازم المامز تقف عندها، ولا في حاجات ممكن نعديها؟ دايما بقول ما دام الطفل مش بيأذي نفسه ومش بيأذي الاخرين، خلاص انا هعدي الموقف، بس هتناقش معاه هفهمه ان ده غلط. بمعنى ايه مش بيأذي نفسه ويأذي الاخرين؟ يعني مش بيعور نفسه، مش بيقعد خبط، مش بيأذي الاخرين، يعني مش بيمسك حاجه يخبط حد يفتح له دماغه، يعني السلوك عادي. يعني مسك طبق مثلا فيه الاكل بتاعه، ماما اديته له وقالت له روح حطه على السفره، فغصب عنه وقع طبق منه. احنا كبار ممكن نعمل كده عادي. بالظبط، فبتلاقي الام بقى جايه طبعا الستريس بقى. طبعا الامهات المصريه بتبقى عايزه تطلع على الاطفال اصلا الصوت، تلاقي الجيران سمعت الصوت، طبعا انت وقعت الطبق، وتبتدي ان هي تجري كل اللي همها الطبق، وتبتدي ان هي تعاقبه وابعد بقى وتضربه، او فيبقى جبان ويخاف. جبان ويخاف، وهو ما اتعلمش حاجه، هو عمل السلوك الخاطئ بس هو ما فهمش، خلاص ماما زعقت وخلاص، هو فاهم ان هي زعقت عشان الطبق، وده بيكون فعلا. لا، هي المفروض ان هي تبتدي تقول له حصل خير ما دام انت كويس، فداك يا حبيبي، وتطبطب عليه، وتبتدي ان هي تقول له تعالى بقى نلم الحاجات اللي وقعت دي، وتبتدي ان هي تروح مثلا المطبخ نجيب مثلا مكنسه ونظبط الحاجه، ناخد الطبق نحطه في الباسكت، يعني نبتدي ان احنا نظبط دنيتنا. منها هو فهم ان لما ده يحصل تاني هعمل ايه، هعالج الموقف ازاي، ان انا الم الحاجه، ان انا اخد الحاجات دي احطها هنا، ايه العلاج. حاجه كمان ان ده المفروض ما يحصلش، علشان ما ينفعش الاكل يقع، الطبق يتكسر، اخد بالي من نفسي عشان الطبق لو اتكسر هتعور. تمام. حاجه كمان في بقى، يعني الجست بيعملوا ايه بره، الطلاينة والفرنسيين كده بيعملوا ايه، بتبتدي تفهم الطفل، يعني مثلا هو ماسك كوباية ازاز فوقعت اتكسرت، تفهمه ان دي ده ازاز عشان كده بيقع يتكسر، لكن البلاستيك تمسك كوباية بلاستيك توقعها في الارض دي مش بتتكسر، شفتي هي بتوسع مداركه، بتخليه يشوف يعني بتشرح حاجة تانية، بتشرح حاجة تاني، وفي نفس الوقت هي بتحسسه ان هي خايفه عليه جدا، يا حبيبي سلامتك الف سلامه، مش خايفه على الكوبايه اللي وقعت اتكسرت خالص، وبتدي تفهمه ان دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه، لما تبقى ماسك الكوبايه دي لازم تاخد بالك قوي وحريص قوي عشان دي لو وقعت هتعورك، عشان هي ممكن الازاز يعورك. وتبتدي تفهمه حتى لو هو طفل صغير، في بقى اولياء امور لما بنقول لهم كده في الجلسات يقولوا لنا لا ده طفل صغير بيبي مش هيفهم، لا هو بيخزن، الطفل بيخزن المعلومه. يعني ايه بيخزن؟ يعني هو اوريدي بياخد كل المعلومات منك. أوكي. وبيسترجعها في الوقت المناسب، يعني لما المدارك بتاعه العقل بتكبر شويه بشويه، لما يشوف كوبايه ازاز هيفتكر ان ماما قالت لي من سنه ان دي ازاز. لما بيقع يعني ممكن بالكسر. ما يفهمهاش دلوقتي، لكن قدامها هيخزنها ويفهمها. يعني هو ممكن يفهم ب 20% 30%، لما يوصل السن التمام 70 80، كل ما يكبر كل ما المدارك بتاعه العقل بتتوسع اكتر، فبيبتدي ان هو يفهم المعلومه. طب قولي لي يا دكتور، في اطفال بيبقوا صغيرين في السن مش كبار وبيكذبوا، يبقى ايه سبب الكذب؟ بصي، اسباب الكذب كتير جدا، بس في حاجات كده اساسيات احنا بنتكلم فيها على حسب المشكله وعلى حسب العمر وعلى حسب الموقف. يا اما هو خايف من الموقف وخايف من العقاب عشان هو متعود على ان العقاب يكون اوفر شويه. حاجة كمان، هو شاف حد بيكذب وشاف ان هو خلص من موقف بطريقة الكذب والموقف عدى، فهو استخدم السلاح ده باسلوب خاطئ. شاف الام مثلا في التليفون بتكذب مثلا على خالته، بتقول لها مثلا بابا نايم وبابا بره مثلا، فهو بيربط ده كله ببعضه ان لا دي حاجة كويسة ممكن اخرج منها، ان انا ما تعاقبش، ان انا ماما عملت كده بابا عمل كده، زي ما انا قلت لك يعني تقليد. وفي نفس الوقت ان هو شاف ان انا لو قلت هتعاقب فاقول ليه مش انا. طب ايه اللي ايه اللي عامل الاكتر، الكذب ولا يعني ان هو يبقى عشان جبان ولا عشان بيقلد؟ الاثنين. اللي ياثر اكتر الاثنين، هو لو نفس النسبه. بالظبط، هو لو شايف ان العقاب هيكون قوي جدا وان ماما دايما عصبيه ومتنرفزه عليه، هو مش هيقول حاجه صح خالص. طول ما في مفيش احتواء، الطفل هتلاقيه بيبتدي ان هو يخرج يدور على الاحتواء ده بره. انا مش مدياله كل حقوق. بصي، خلينا متفقين ان الاطفال عندهم مشكله كبيره جدا. في اطفال عندها امراض نفسيه، لما بنيجي نتكلم في النقط دي يقول لك ازاي طفل عنده مرض نفسي. الاكتئاب لا، الامراض النفسيه مش بيكون مولود بيها. يعني الاكتئاب، الخوف والهلع، الحاجات دي امراض نفسيه الطفل بيكتسبها من البيئه اللي حواليه.
احنا بنسمع عن الاكتئاب في الكبار، طبعا بيقول لك بقى نتيجه هموم لمشاكل ومشاكل وظروف وهموم. وضغوط، صح بالظبط، وبيحصل بعد كده انتحار ومشاكل وادمان وبنخش في سكك تاني. تمام. هل يا ترى الطفل بيوصل لاكتئاب؟ اه بيوصل لاكتئاب، وبيكون اصعب من الكبير اكيد. لان هو مش بيعرف يخرج ده بره، مش بيعرف يطلع اللي جواه، فبيبتدي يعمل ايه؟ بيبتدي ينحرف ويدور على الحاجات دي بره باي طريقه باي سلوك، او يبتدي ان هو يعمل العكس، يعمل كل السلوكيات الغلط، تمام. كل الحاجة اللي ماما بتقول عليها لأ، ودي بنسمعها كتير قوي، تقولي كل حاجة بقوله عليها لأ بيعملها علشان هو بيعند معاكي، عشان انتي عاملة له مشكلة في حياته ومش قادرة تحتويه، مش قادرة تفهمي هو بيعمل كده ليه. تمام. فإذا احنا اللي بنكون السبب في مشاكل أولادنا. طب قولي لي يا دكتور، ازاي اقدر افرق بين الشقاوة وفرط الحركة؟ تمام. الشقاوة التنطيط العادي، يعني دايما ولادنا فيهم فرق طول الوقت، فرط حركه، بنتي مجنناني بالفرق، فيهم طاقه، الطاقه دي الولد لو ما طلعهاش صح هيبتدي ان هو يتنطط، يبوظ حاجه، يعمل اي مشكله، يكسر العاب، يبتدي ده طبيعي، ده الطفل الطبيعي. اوكي. طول ما هو مش مشغول بحاجه. يعني ايه مش مشغول بحاجه؟ يعني ما فيش حاجه هو قاعد بيعملها، مش بيتفرج على التلفزيون مثلا، لا مش بصي بقى احنا بيلون، هنتكلم في ايوه، مش بيلون، مش بيعمل صلصال، مش بيساعد ماما وبابا في حاجه، مش بيوضب هدومه، مش مشغول بمعنى مش اصح، مشغول بحاجه، ايده فاضيه، مخه فاضي، ده طبيعي. فهتلاقيه يقوم يتشقى. اوكي. ده كده الشقاوه الطبيعيه، بس بنسب مهما كانت وبتختلف. الشقاوه ضرب وشخبيط لا هنتكلم بقى في وشقلبه الحته دي، بس هنتكلم برضو ان الطفل العادي السوي اللي هو عنده الشقاوه الطبيعيه دي اوكي، بتروح بالتدريج كل ما بيكبر، يعني كل ما يكبر اكتر كل ما تلاقي طب ان وانتي هو بتتكلمي يقعد على اكتر. الشقاوة الطبيعية دي، شقاوة الولد طبيعية؟ والبنت زي بعض لا ولا الولد الولد بيبقى بيكون أشقى؟ اشقى لان هو بيكون عنده طاقة اكتر من البنوتة. اوكي. حاجة كمان، البنت شوية بتهتم بحاجات اكتر من الولد، الميول تسرح مختلفة، شعرها، تشوف الدريس اللي هتلبسه صح. وهي نازلة، تظبط حاجاتها، لكن الولد شوية بيتفرج على كورة، بيلعب كورة، ماسك عربيات بيلعب بيها، مجرد ما يزهق منها يسيبها ويقوم يتشقى تمام. او يقوم يعني يضرب لو اخته عندي ولد وبنت نفس السن ما قارنش التصرفات ببعض، فاقول الولد مثلا لا اب نورمال عشان هو اشقى، لا طبعا ده خالص، طبيعي. ده الحاجه الطبيعيه. اوكي. لكن امتى اقول فرط حركه؟ امتى اقول ابني عنده فرط حركه؟ كتير قوي تلاقي الام جايه تقول لي ابني عنده فرط حركه، حضرتك شخصتي ازاي؟ اوكي. انت عارفه الفرق؟ لا. طب انت عارفه ازاي تحكمي عليه ان هو يبقى عنده فرط حركه؟ لا، يبقى ما تقوليش فرط حركه، مش مجرد ان الولد يقوم يتنطط شويه او يعمل يبقى شويه فرط شقاوه يبقى فرط حركه، يبقى كده كل ولادنا عندهم فرط بالظبط، حركه. اصل الامهات بتزهق بسرعه بالظبط، فخلصي ده هي فرط. راجعه من الشغل تعبانه ايوه، وواقفه مش في المطبخ، مستحمله، بالظبط تعمل اكل، مش مستحمله شويه شقاوه من ابنها. اللي هي الطبيعيه. اه اوكي. حاجه كمان ممكن تكون الشقاوه الطبيعيه دي لفت انتباه، يعني بابا وماما منعزلين عني تماما، ماسكين الموبايل 24 ساعه، مش طفل مهتمين ذكي. بيا، طفل ذكي. طب انا هعمل ايه؟ هتشاقى علشان الفت انتباههم انا موجود، انا معاكم في الشقه، حد يقف يتكلم معايا، حد يقعد يلعب معايا. يعني كتير قوي اطفالنا لما بيتنططوا كده اقول لها روحي اساليه انت عايز ايه يا حبيبي، ففعلا الام اول ما تلاقي الولد بيتنطط تقول له انت عايز ايه يا حبيبي، يقول لها تعالي العبي معايا. اذا هو عايز يوصلك مسج بس مش قادر يوصلها لك، خايف لحظه مثلا تزعقي فيه تشخطي فيه، فهو هيعمل ايه؟ عايز يطلع الطاقه اللي جواه، عايز بابا وماما يهتموا بيه، يتكلموا معاه، يبصوا له. فحتى لو انا في ايديا حاجه هبتدي ان انا اطبطب عليه وابص له واقول له حبيبي انا هاجي العب معاك، بس معلش اسمح لي بس دقيقتين ثلاثه اخلص الحاجه اللي بعملها وهاجي العب معاه. كل اللي انت بتقوليه ده طبيعي جدا. أوكي. وما ينفعش اقول للولد حاجه وما اعملهاش، يعني ما ينفعش اقول له انا هعمل الحاجه اللي في ايدي دي وهرجع العب كلنا معاك بنعمل كده للاسف. وما ارجع، دي كارثه. اصلا هيطلع طفل عنده متذبذب جدا في الشخصيه، ما بيعرفش ياخد قرار، مش بيصدق معقول حد. يتاثر كده جدا. شخص ممكن توصل للخيانه ان هو مش بيوفي بوعده لان بابا معقول؟ وماما ما وفوش بوعدهم. جدا. كلنا بنقع في الغلطات دي يا دكتور، بتتكلمي في حاجه يوميه بتحصل يوميه ودايما بنقول وبنرجع تاني نعملها، بس انا ما عنديش مشكله نبتدي من اول النهارده، نحط كده نقطه ونبتدي من اول النهارده، انا من النهارده الكلمه اللي هقولها لابني هنفذها، من النهارده هحتوي ابني واتكلم معاه، من النهارده هخصص له وقت. دي المشكله اللي احنا بنقع فيها، ولادنا مش حاسين ان احنا معاهم، احنا منعزلين. ماشي شغلك والحاجات اللي بتعمليها في الشقه وكل الكلام ده حلو قوي، بس لازم يكون في تايم خاص بيه، تعالى حبيبي نلعب مع بعض، تعالى نتكلم مع بعض من هو صغير، عشان لما يكبر ويوصل لسن المراهقه هو اوريدي واخد على قعده بابا وماما وان انا اتكلم معاهم واخد رايهم، فاذا لما اكبر مش هقع في مشكله. تمام. طب لو طفل عنده تشتت تمام، نعالجه ازاي؟
التشتت فيه ألعاب كتير قوي احنا ممكن نستخدمها، سواء في الحضانة أو في المدرسة أو ألعاب. في البيت، ألعاب خاصة بالتشتت شوية بتخليه يركز في الحاجة. يعني طول ما الطفل مركز بيعمل حاجة شوية الانتباه بيتدرج وبيعلى، بس الألعاب تكون متدرجة من الأسهل للأصعب، وتكون يعني التايم بتاعها يعني بيكبر، يعني أول 5 دقايق أسيبه، بعد كده ياخد بريك يرجع للعبة تاني، على 10 دقايق ياخد بريك، وهكذا. فرط الحركة مرتبط بتشتت الانتباه، مرتبط بصعوبات تعلم في الدراسة، يعني بنلاقي الثلاثة مرتبطين ببعض. تمام. يعني الطفل اللي عنده تشتت انتباه بتلاقيه عنده مشكلة في الحركة، أكيد. عنده مشكلة في صعوبات التعلم، بتلاقيه في المدرسة هو أقل من أصدقائه استيعاب، استيعاب، لأن هو عنده تشتت انتباه، فمجرد ما أي حد يعدي في الفصل هو باصص، مش بيركز مع التيتشر في الفصل خالص، مجرد ما مثلا بس أي حاجة كلنا لو تحصل. حد معدي ممكن نبص، ده لا معناه بس إنه أنا أنا لو اوريدي مركزة، يعني مركزة مع حضرتك دلوقتي، ممكن لو حد عدى أنا أوكي عارفة إن أنا مركزة إنما معاكي، التشتت إن أي حاجة بتحصل أركز فيها. اي حاجه، ومش شرط ان حاجه بتعدي، بس ان هو يعني تشتت الانتباه ليه كتير قوي من الاعراض. ان هو مش بيعرف ياخد اي اوردر، ما ينفعش ان انا اقول له روح اعمل كذا، لو خد 2 اوردر بيعمل واحد ويرجع، مثلا قلت له روح اطفي النور وهات البنطلون من على السرير وتعالى، هو اوريدي هيروح يطفي النور ويجي، مش هيعمل الاوردر التاني. حاجه كمان مش بياخد مسؤوليات، علشان هو مش مستوعب التو اوردر، مش مستوعب، وشويه عنده الانتباه فيه قصور، فبياخد اول كلمه وبيوقع تاني كلمه انت قلتيها. فانا ما ينفعش الطفل اللي انا اوريدي شخصته تشتت انتباه اديله اكتر من اوردر، اديله اوردر يعمله ويرجع تاني، اديله التاني وهكذا. طب هي الحاجه الوحيده اللي بتعالج التشتت هي الالعاب دي؟ لا مش شرط الالعاب، في جلسات، في اسئله كتير. في جلسات تعديل طب ايه سلوك. اكتر حاجه بتاثر؟ بصي هي مكمله لبعض، يعني انا لو ام وديت ابني ياخد جلسات علشان هو عنده مشكله في تشتت الانتباه، الجلسات مع الالعاب مع في فيتامينز شويه بتنشط الذاكره والانتباه عند الاطفال، مع اني انا دايما زي ما انا قلت لك يعني انا عارفه الكسور وعارفه المشكله كأم، فابتدي اعالج. التعامل معاها هيبقى صح، التعامل معاها ازاي يكون صح، يعني هو بيبقى كورس كامل. بالظبط كورس كامل، وان انا كمان زي ما قلت لك ان انا ما اديلوش اكتر من اوردر، ان هو بيكون طفل مش بيعرف يقف في طابور مثلا، مش بيعرف ياخد مسؤوليات، دايما مندفع، يعني هو مثلا لو ماشي في الشارع مش واخد باله من العربيات، مش واخد باله ان في كذا جاي عليه، فشويه هي امور مرتبطه ببعضها. المرض دوت مزمن جدا ومنتشر جدا في الاطفال، بينتهي عند سن البلوغ. طيب تقريب. خلينا نشوف على الشاشة الـ 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 الألعاب، نعرض الألعاب على الشاشة. بصي هتلاقيها ألعاب بسيطة جدا، يعني مثلا ممكن كذا طفل يعملها مع بعض، إن هما مثلا يحطوا رجلهم في الكرتون ويمشوا، يمسكوا إيد بعض ويمشوا بالكرتون من غير من رجلهم تطلع بره، فهي تحتاج تركيز قوي واتزان، وإن هو لازم يمسك صاحبه علشان خاطر يقدر يمشي من غير ما رجله تخرج بره. حاجة كمان الخرز، الحاجات اللي فيها خرز دي بتخليه مركز قوي، عشان لو كل ما الخرز كان صغير كل ما محتاجة تركيز ومحتاجة ان هي تعلي نسبة أكثر. الانتباه عنده. وفي حاجات كتير، ألعاب مونتسوري، في منهج اسمه مونتسوري منتشر قوي في الحضانات وفي المدارس بتاع ماريا مونتسوري. منهج اسمه ايه؟ مونتسوري. مونتسوري ده عبارة عن ايه؟ دي واحدة اسمها ماريا مونتسوري، دي من ايطاليا، نزلت لنا المنهج دوت علشان خاطر نعالج المشاكل والسلوكيات الخاطئة بتاعة الأطفال عن طريق الألعاب. يعني هو الطفل هينبسط قوي لو انت وصلتي له المعلومة بلعبة. طبعا. يعني مش هقعد اقول له اعمل واعمل واعمل واعمل، لكن هقول له تعالى نعمل كذا، تعالى نلعب كذا، ووصله وهو بيلعب المعلومة المفروض اللي هو يعملها. فهو ده المنهج بتاع ماريا مونتسوري. نورتينا يا دكتور النهارده، وانا نفسي استفدت من حضرتك جدا جدا جدا، وان شاء الله تنورينا تاني في مساء السعاده، عايزين نستفيد منك باكبر كم من المعلومات. ماشي يا جماعه، نطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا.